وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين والمحبين لبرنامجكم الأدبي والاجتماعي خيمة وقصيد. مساكم الله بالخير وحياكم الله يا من تتابعون هذا البرنامج في داخل الوطن وفي خارج الوطن في آخر حلقات هذا العام، وأعني به العام الهجري 37. حنا اليوم 23 من شهر ذي الحجة، 23 من شهر ذي الحجة لعامي 37 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله، وأيضا الحلقة الأخيرة من الشهر التاسع لعام ليوم 25 أيلول من عام 2016 من ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يا جماعة الخير صلوا على النبي. قبل لا أرحب بضيوف أمسية هذه الحلقة المباشرة، نقاط على السريع. أولا خالص العزاء وخالص المواساة لهن جميلة، خالص العزاء وخالص المواساة لهن جميلة بوفاة الشيخ نجود العبيد العلي. نسأل الله أن ينزل على قبرها شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان، ويهن جميلة العبيد العلي الخلف بروسكم. والله كنا نتمنى أن نحضر معاكم مجالس العزاء، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، يعني حيل نطلب منكم السماح. أيضا خالص العزاء والمواساة لهن الرملي، خالص العزاء والمواساة لهن الرملي بوفاة علم من أعلام هن الحميضة. نسأل الله أن ينزل أيضا على قبره شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان. ويا شيخ كمال أيضا نطلب منك السماح، لأنه ما قدرنا نحضر وما حضرنا لا مراسيم الدفن ولا مراسيم العزاء. السنة النبوية وشريعة الإسلام والعادات والتقاليد والأعراف تقضي أن الإنسان يواسي أخوها الإنسان، تمام، يواسي أخوها الإنسان. ليش؟ لأنه حق المسلم على المسلم، ست من هذه الحقوق أنه إذا مات أن يتبع جنازته ويعزيه. حتى قال الشافعي قال إني معزيك لا إني على ثقة من البقاء، ولكن سنة الدين فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين. إذن يا رب إن شاء الله تعالى الرحمة والخلود لشهداء العراق، لأموات العراق. يا رب إن شاء الله تعالى إنه هذا العام هو العام الحزن الأخير، ما بعده يكون هناك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أجمل ترحيب يليق بضيوف أمسية هذه الحلقة، واللي حقيقة هم ليسوا بضيوف، أهل دار وأهل مقام. الأخ أنور المعيني اللي هو صديق البرنامج الدائم واللي يحضر معانا دائما، وحب أنه اليوم يقعد معانا ويشاركنا هذا الأمسية، ومعه أيضا ضياء الزوبعي. الله محيي ضياء الزوبعي اللي تابعنا من خلف الكاميرات، حياه الله. أيضا حياك الله يا أخويا أنور. أيضا معانا اليوم أحمد المهندس، معانا أحمد المهندس اللي شاركنا البرنامج لأول مرة من أهل الموصل. حيا الله الموصل وحيا الله، حيا الله صلك أهلنا. قلت لي الهيبي أعنزي، أعنزي حيا الله أهلنا عنز بن وائل، حياكم الله. ترحيب خاص وحقيقة يعني خالص المشكور لأخونا وحبيبنا حقيقة محمد القويدر ابن شيخ إبراهيم، ذلكم الشاب الذي له مع الأحداث قصة وله مع الزمن قصة. لكنه خلنا نأخذ الفاصل، وبعد الفاصل راح نسولف لكم على قصة الشاب المتألق الرائع محمد القويدر. نأخذ الفاصل وبعد الفاصل الترحيب متواصل معاكم، فابقوا معنا وحياكم الله. مساكم الله بالخير، حياكم الله. أبو جاسم نسمع منك شيء من أحداث العيد اللي سمعناها بالبداية و أخبارك اللي حدثنا عليه، قصتك مع الأحداث. قصتي 23/5/2015 الوحدة وربع ضربت بيتنا الطيارة. فقلت قصيدة. الله. على هذا الطيارة اللي ضربت بيتكم، إيش سوت؟ ضربت الطيارة. ضربت بيتنا، ماتوا 5 أخوتي وأمي. الله أكبر. يا أبا. وثاني عيد يمر عليك وانت ماشت يعني على هذا الحدث. ايه. فش قلت؟
قلت أبدي بسم الله، أبدي بسم الله واكتب هالقصيد، ورافع جفوفي الواحد أحد يغفر ذنوبي الماضي ويعيد أيام دهر الحلوة الأبد الأبد، ويصبر قليبي يا رب العبيد يغيث هالمظيوم يرجاك العبد، فاجد اعزازي ومن زغري وحيد يجري بي الحزن من عرجة شبد، فاقد امي وابد ما مر بي عيد، شلون اعيد وام مو يم العبد، وخمس اخوتي والفرح عني بعيد، شلون يمي فرح وعمي امجد ماكو رد لصوتي يرجاكم مريد النوب هالتهجير مارد بمرد. الله اكبر يا ابا. تمام سمعنا النوب، نسمع منك اختيارك اللي انت قلت ثاني عيد ما مر علي لو حافظه على امك الام. ماذا قلت على الام؟ الام يا اخوي احذر كلام الغيب والنمي والطيب ويا الخوي يا صاحبي، نميها اليوم ما نحتفل في عيد كل امي لان عيد الوالده باج وهويه، امي ربتني وتعبت أم صرح الما تهدم، أم تنزل في عمر هواني يومية تقدم، اللي ربتني وعانت، هل أصد عنها تلثم، هل أجازيها بغرور مثل هرغل كان أعظم له ألف له، وأبغى منها أتعلم ظني بيش ما تظني، حسن ظنك ما توهم يا من الجنة بغدامك، بمرضاك يا أنا أسلم فداك الروح يا أمي، فداك اللحم ويا الدم، فداك المال يا أمي، فداك الخال ثم العم، الله فداك الله المال عشت يا أمي، فداك الخال ثم عشت العم. عشت عبان نريدك بدش داشة والزي العربي الحوري خوالك. أيه وانت ابن الشيخ. أيه بالله. لكنه ما لك خلق لا بهذه ولا بذيك، شنو لا زال الحزن يعني أيه معك متواجد. أي والله ما لك خلق لا بملبس لا بشيء. أيه اي الله كريم. هم ظروف شوي ساعة. ايه حياك الله حياك الله حياك الله. اذا متواصلين معاكم، مساك الله بالخير يا اخوي انور، شلونك شلون اخبارك؟ اليوم انت وضياء الزوبعي. اشكرك وجميع ضيوفك الكرام بالشاعر الله يسلمك احمد العنزي. ايه والشاعر محمد الهويدر. ايه بالله ايه بالله حياك الله. ناخذ منك عتابه، نسمع منك عتابه. اريد قبل لا احشي العتابه بدي ارد على الام. ايه أقول له ولم الدهر لا أبوي خلالي، ولم بين أجناب خلاني، ولم جريد أصبحت لليقرع، ولم انتهت والغربة التمت علي. صحة صانت صح بدنا. ورد أقول هل غلطان كل من ما يعدهم، لأن لهم والعليهم ما يعدهم، هل الموت اللي يجيهم ما يعدهم، أسود بيوم لقوات الأجناب. الله 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 عشت عشت بارك الله بيك تسلم. ابو شهاب مساك الله بالخير. الله يسلمك حياك الله. حيا الله من قلب. من بغداد السلام الى اربيل الى الاستوديوهات وحياك الله حياك الله. من الموصل. اي نعم. الله محييك. اول لقاء لنا معاك واول لقاء لك معانا وان شاء الله ما يكون اخير مشاركات واحنا حقيقه خيمه وقصيد هو من اجل انه يعني يسمونها الكفاءات الشبابية للمواهب اللي يعني مفتوحة للجميع وحي الله الجميع. وش تحب تسمعنا من اختيارك يا أبو شهاب؟ نبديها عن الموصل. على الموصل بما أنه هاي سنتين وشوية زين متغربين عنها. ما مشتاق إلش بس كل أحس مشتاق، أنا بعدش صرت أتنفس بحسرة، فارقتك امس يا موصل ولليوم مثل ميت صرت شماته يم قبره، على دجل السهر من نقعد الغابات تمر نسمه هوى والفرحه بالقمره، هسه بغربتي اتمنى بس تراب موصل نينوى ليش مهرد عمره، موصل بي عشتي بقلبي لو تدرين ترى الباعش نذل واحساسه كان قطره، بيج عيوني عايف اني الحد با انت رويحتي وعيوني والذكرى، العاشق بالبرد لا ما يحس بالخوف، العاشق بالبرد لا ما يحس بالخوف، لكن ولفه واحضانه بالبرد جمره،
والمفارق حضن بس الله يعرف بيه. ابن الصيلول يعرق لو تحت شجرة، وانا مفارق حبيبه بدون اي تقصير، بس القسمة رادت تكبر الفكرة. اجوا شمات وقفوا يمها يشمتون، جرح بيها الضحك ذبلها للزهرة. من بغداد الشبوسات ادس كل يوم، من نربيل الشبوسات ادس كل يوم، ام يونس نبينا وشيت يم قبره. سلامتكم. حياك الله يسلمك. دكتورة نهله العدواني شو اخبارها؟ والله بخير، تسهل عليكم، تسلم عليكم. الله حيك، الله حيك، الله حيك. نعم. اذا احبة المشاهدين والمتابعين، متواصلين معاكم في هذه الحلقة المباشرة، لكن المخرج يقول خلنا ناخذ هذا الفاصل بناء على طلب الجمهور. طبعا قبل لا ناخذ الفاصل، انا حيل ممنون منكم يا اهلنا شمر، اهل شمر اللي بالكويت اللي تابعونا واللي دزونا المكاتيب والمراسيل ومقاطع الفيديو، ان شاء الله ناخذها تباعا. ايضا اهلنا العنزه اللي تابعونا بالكويت، ابو فهد العنزي والمحبين، مشكور منكم والله، وان شاء الله نتواصل معاكم ويجمعنا معاكم لقاء. اليوم المخرج حضر هذا الفاصل، الهاشم الجبوري مع صاحب المطبق لو أنا متوهم. ناخذ هذا الفاصل الهاشم الجبوري من المخرج سيف المهند، وبعد الفاصل نتواصل معاكم، فابقوا معنا وحياكم الله. أهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين، حياكم الله. في مشكلة بالصوت طبعا، وصلتنا مشاركات كثيرة جدا، وصلتنا مشاركات كثيرة جدا، وحتى ناخذ شوية من المشاركات، إيش رايكم حتى نرجع ونسمع من عندكم الشعر، لأن المشاركات مهمة. من أبو رياض، من أبو رياض داز هذا البيت ويهدي للأخ شرف العلى العيسى أبو محمد، يهدي لشرف العلى العيسى أبو محمد والله، وإلى ضيوف البرنامج وإلى كل هالنجميلة، لكن يخص به أبو محمد، يقول ضعنهم سار، ضعنهم سار ما ندري دوا وين، ضعنهم سار ما ندري دوا وين، وعلي إلى القلب ما عرفوا دوا وين، ها عقبهم عسى لا عمرت دوا وين، دوا وين عقبهم عسى لا عمر الدواوين، ولا مرها فرح وانتو غياب، ولا مرها فرح وانتو غياب. أيضا من أهلنا بني قيس، من أهلنا بني قيس، من أخونا صديق البرنامج الدائم اللي هو حسين القيسي أبو عباس، حسين القيسي أبو عباس دازلنا هذا البيت. أيضا من العتابة، مو لو أنا متوهم، عتابة، خلنا نسمع. يقول ليال السود لاقت بس عليهم، بس عليهم ليال السود لاقت بس عليهم، لأن الموت يأخذ بس عليهم، بس عليهم يا هل تحفر قبرهم وسعليهم بكثر ما عينهم بيها فضة. تحياتي إلى برنامج خيمة القصيد، وإلى كل ضيوف البرنامج الأعزاء، وإلى كل المتابعين والمشاهدين. مشكور يا ابن القيسي، بارك الله بيك، تسلم يا ابن القويدر. شلونك الله. وشلون اخبارك؟ الحمد لله بخير. معنوياتك؟ فول الحمد مرتاح لله. مرتاح بخيمة القصيد؟ الحمد لله حيل مرتاح. حياك الله. وش تسمعنا؟ قلت لي عندك بيت عتابه للعبد ربه. ايه. ايش قلت بيه؟ اعز بيه الشيخ محمد طاهر العبد ربه، الله يرحمه. الله عليه رحمه الله. ايه. ايش قلت؟ اقول العمام من العبد ربه، اقول لو صار، لو صار ابنك ابعده عن الرضا ربه. لو صار ابنك ابعده عن الرضا ربه، على المعلط طيب دقمه يخاف من ربه، من ربه. تعازينا العمام العبد ربه، فجئنا الراح منكم يا جوديه، فجئنا الراح منكم يا جوديه. يا سلام، سمعنا عاد من عندك. الى كل الرجال الذين لم يقاتلون داعش وجالسون في بيوتهم، الله الله بينا. يمكن بينت ما حاجة للتفسير، يمكن بينت ما حاجة للتفسير، عرفت جفوف ويا جفوفك يلاون حوافر خيلهم، وصلت عتبت البيت وانت لوحدك ماك احد يعاون، لو ميت احسن لك لا تقل شلون، حياتك مثل موتك كلش تساون، ولدك من كثر ما عالرصيف تموت، الرصيف وجثث ولدك كلش تساون. هسا جاين تقل المبادئ وين؟ المبادئ والقيم دقوهن بجاون، اقسم بالنسل ما سلم الاعداك ماتن، والشرف ما غبلن يراون، اذا ظلت رجالك خاف للبيبان،
نشد احنا العزم ونقابل الهاون، لكن عيب واعرف باشر يقولون ما عندهم زلم اطفال لتكاون، ما عندهم زلم اطفال لتكاون. يا سلام يا سلام، صح الدنك يا سلام. تسلم تسلم يا محمد، بارك الله بيك، تسلم وتعيش. استاذ انور وش عندك؟ والله يقول يمكن اول بيت كتب العتابي فطيم البشير بسنه 1857. فقالت نفري نفري يخجلنا جديد الثوب، نفري حزن عن نازلين ابتل، نفري وفري متى ما فاضت شطوط الزاب، يا سلام وفري تجدد حزن قلبي على شباب. الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام، جميل. يا اخوي احمد المهندس، نسمع منك من اختيارك، وجداني تسمعناه. سمعكم على الفراق شوية؟ يلا سمعنا على الفراق. يا المفارق شبكتي الليلة وين تنام؟ تعال ارجع علي بداعة الفرقة، أنا طيفك أريد بحضني كوني بات، كون ألزم شفافك ساعة الملقة، من الغرفة تطلع طيفي كان وياك، هسه بلا حضنتك روحي مختنقة، جمر وبروحي يحرق من بعد فرقاك، وقلبي بنص نهر رايد لثر شهقة، يلم وادعني صوتك بالإذن محفور، حبيبي حضني ظلت بذني متعلقة، يلمشتاق لك حضني يصيح بصوت، تعال ارجع وشوفك شوقي بالشبقة، المفارق محب تابوته من يشتاق، المفارق محب تابوته من يشتاق، يطيح بلا سبب كان طيحة الورقة، يدفان المقابر فد وريد شفان، لأن طعم العشق يدفان المقابر فد وريد شفان، لأن طعم العشق فصل من عشقه، أنا الأخرس لو يسمعي يصرخ بحرقة، يا شامت هسه قلك اضحك بمكفاي، أبشرك دقة صارت بي أثر دقة، أبشرك دقة صارت بي أثر دقة. يا سلام عليك، يا سلام يا سلام يا سلام، تسلم تسلم، بارك الله بيك. المشاركات يا جماعة الخير صلوا على النبي. اي أيوة والله تصلنا مشاركات كثيرة حقيقة، وناس يتابعونا ويحبون ان تصل اهداءاتهم وسلامهم. و محمد الصبيحي، محمد الصبيحي يقول هل يا سلام، هل الغطة والخاطر من جفنهم كرام الناس تشرب، من جفنهم ليال الخير عالن، من جفنهم أهلنا شراف عالين الأنساب، أهلنا شراف عالين الأنساب. العراق بلد الخيرات، بلد العشائر الأصيلة، بلد يعني هذا الوحدة كما يسمونه الفسيفساء الجميل، شتى الورد في كل أنحاء البلد. إن شاء الله يا رب يحفظ العراق وأهل العراق. طبعا كثير من المشاركات اللي وصلتنا، لكن ما دام الحديث أنه الناس تحب تسمع، يقولون معانا اتصال، خلنا نأخذ الاتصال وبعد الاتصال حتى نتواصل معاكم. هلا بالاتصال. ألو ألو، مساكم الله بالخير والعافية. سلام يا هلا. الو الو، مساكم الله بالخير والعافيه. مرحبا والسلامة. حياك الله، شلونك استاذ العزيز؟ الو الو استاذي، مساكم الله بالخير. الله محييك، نسمعك، حياك الله. شلونك استاذ العزيز؟ حياك الله، اللهم ربي يحفظك ويسلمك. الف هلا، قد الهلا. نسمعك. اي نعم. قبل لا ابدي لك طبعا التحيه لكل مشاهدي قناه سامره. تسلم. والتحيه للمقدم الناجح مهدي ابو فرقان، والتحيه للشاعر الصديق انور المعيني، والتحيه للشاعر محمد القويدري، والتحيه للشاعر احمد الموصلي، ويا رب ان شاء الله سهره سعيده عليكم. تسلم.
الله يسلمك. أقول من كل يوم أحد قلبه يرتاح بسبب خيمة وقصيدة هواية مترقة، ومن سامرة بثت فرحة للناس شالت بالجمال 18 رقة. الولد من سيغار بالبساتين ولين عطرك يفوح يغار حقه. محمد الله ويا فهمه وانور اليوم بترافه وشاعرية فاغوة. يا سلام، اللهم رب يسلمك. يا سلام، تسلم. زهير اذا مسموح الاقراء. يلا نسمع. يقول اخوك، يقول يا حيل. الو، الهندسة الصوتية بس الصوت. يقول يا حيل ارض تجف وارض الملح راوية. الله. وثمار يا صاحبي كانت عسل. راوية ما تخفى عندك تشع طول النظر. الله. راوية وعم الزمان الذي شاهد وما انعمه. الله. ومخير رب العرش وافضل وما انعمه البس يا ناعم بخل وصيح ما انعمه وكلك خشن يا خشن وباكر تقف راوية. الله 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 الله. وسهلة سعيدة عليكم يا رب. عشت عشت، بارك الله بيك. تسلم تسلم يا الفراتي، بارك الله بيك. تسلم وتعيش. وايضا تحية الضيوف لك، يمكن انور المعيني يسمعك. كل التحية لهم ويا رب ان شاء الله سهرة سعيدة عليكم. تسلم تسلم تسلم. الله حيو الله حيو الله حيو، بارك الله بيك. تسلم تسلم وتعيش، بارك الله بيك. سمعنا زهريات يا المهندس. يا قلبي اخذ الحزن مثل الدرس عبره، ولا يهمك حكي العذال لا تسمعه عبره. يا حيف حسره والم في داخلك عبره، وان راح ولف القلب ابكي عليه وندم. هيهات هيهات لو عشرته منها انهضم، وندم يا ريت يم الولف انا اندفن، وندم والناس تبكي علي عبره باثر عبره. الله 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 عليك. حلو حلو. وجدانياتك يا القويدر. وجدانيات قول خط يا قلم مو من القلب شل شل، خط خط يا قلم مو من القلب شل، واكتب هواجيس دبت ببالي بالي على صروف الدهر يومي تبدل، يدعي عزيز القوم برذل الحالي الحالي على مهالناس على المال تنزل. وتجالسك داعش عقب العوالي، ما شفت انا صقور في ماكر الذل، ولا سمعت البوم في شم الجبال، اشهر سلاحك لو عصا منزل. ولا تقول الرايه ينقصها الكمالي، احنا سم الصخر عيب تبدل، احنا فولاد وحديد ولا نبالي. اشوف انا الدين بقيود مكبل، يا امة الاسلام فك الغلالي، واهل الرداية مهما على تنزل، تنداس بحوافر خير من ذالي. الله تنداس بحوافر خير من ذالي. يا سلام يا سلام. المخرج ناخذ فاصل، ها بعد شوية يلا نسمع منك مشاركة يا اخوي انور. يقول قطع بي زماني قطع من عام من عام، غث الدلال مو من خام من عام من عام، جمر ما هاوج بين حشاي من عام، ايه المضى وبيهم فارقنا الاحباب. الله الله الله, الله, الله يا سلام يا سلام. تحيه وسلام من حاتم الجبوري، تحيه وسلام من حاتم الجبوري. دازلنا مشاركات، صار سنين صابر والقلب موجوع، اضحك بالكذب وبروحي احزاني، واقول تهون لازم كل مصيبه تهون، اشو عند المصايب ثبت عنواني، عشت عمري غريب بس صدري جروح، بس اداوي جروح ولا اذكر بشر فد يوم داواني، شسو لفلك وش اقول لك على الجزء بدنياي، يخلص كل الحكي وما تخلص احزاني، يخلص كل الحكي وما تخلص احزاني. اهلا ومرحبا بكم احبة المشاهدين والمتابعين والمحبين، حياكم الله. يا جماعة الخير صلوا على النبي. يقول نبي الرحمة مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد،
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنت الآن شقين أيمن وأيسر، ما يصير الشقة الأيمن اللي ورا النهر مرتاح ومستانس ومقضيها دبشات، والشقة الأيسر اللي هو لا زال فيه شيء من الجراح والأنين والونين، وإن شاء الله تصل الرسالة. عموما من أبو محمود، من أبو محمود الأستاذ عبد المطلب الحديثي، من أبو محمود الأستاذ عبد المطلب الحديثي، تحية وسلام من السليمانية إلى الشيخ الكبير أبو عمر العنزي، أبو عمر العنزي أبو سفرة في حديثه، وكل المحبين اللي يتابعون برنامج خيمة وقصيد، وإلى كل ضيوف خيمة وقصيد، وإلى الأستاذ أحمد الحديثي مدير قسم الأخبار في قناة سامراء الفضائية. حياك الله يا أبو محمود، وإن شاء الله تعالى شفاء العاجل لك ولمرضاك في السليمانية. طيب حتى يمكن ما حد ظل يعتب علي على مود أخشى من عتاب المحبين، والله إن شاء الله أخذهم تباعا، حتى نرجع لأنه المخرج يقول لي بقت 10 دقائق حتى أقسمها بينكم، كل واحد له 3 دقائق. لك يا أخوي أنورش نسمع منك. يقول ولا جو ولا جو، ولا ديار جو الغرب سكنوها، ايه ولا جو عقبهم لا نظر صافي، ولا جو ولا جو أشوف العيد لا قالوا، ايه ولا جو لعد على رأس الهيل من الترى. الله الله, 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 الله الله يا سلام يا سلام. حتى أيضا ما أنسى أخوي ضياء الزوبعي أيضا حملنا تحية وسلام للأخ وليد الجبوري بالدورة. نعم. وليد الجبوري بالدورة، وتحية وسلام لكل أهل الدورة اللي أنت واحد منهم، أجبورها ومعينها وكل عشائرها وطوايفها وقوايمها حتى المسيح، مو هكذا يا أحمد المهندس؟ نسمع منك الاختيار الأخير. خوش. أنا ابن الفقير القضى عمره سنين، ما فرق أبد لا شيعة لا سنة، ما يعرف هذن ما عاش أبد هالدور، ما دور مناصب منهم أو منه، ما فجر أبد ما رب لحية بيوم، وجثث بغداد كالرادل تشهدن، أنا ابن الذي ما صلى فرض بيوم، ودم أم الشهيد بقصته بيون، ما ضاحك على الله وباسمه ذابح ناس، ومو بالجيب تربه ويسرق الخزنة، بنت الليل صارت أشرف من فلان، مثل الكتل شابه ويمشي للدفنة، أنا ابن الحجاية الملحة بن حدباء، ابن الثورة أنا الكيلة من عدنا، مو اسمع عراقي اللي يدور أحزاب، ولا اسمع عراقي اللي قال مذهبنا، للرايد حزب لا يبقى أي جوعان، والرايد مناصب يحقن بدمنا، مو شرط العمامة البيضة لو سودة، بس شرط لازم نتوحد بلمنا، ما يهمنا اللي يصير بمنصب او قانون، اي أيوة والله نريد احنا الامان وهذا اللي يهمنا، تعال اسال علينا مريمانه، شيعي وسني انا، مريمانه مريم مو بس الكم، مريمانه دور بوجهي مريم عين لي، سلامتكم. الله الله الله. حلو عشت، الله عشت يا المهندس، بارك الله فيك، تسلم وتعيش. يا القويدر شلونك؟ يا القويدر شلون اخبارك؟ محمود القويدر اخوك الوحيد الذي نجا من تلك المجزره، صح؟ ايه صح. الوالد الشيخ ماخذ 2، ايه الصغيره كان هو عدها، ايه ولذلك ايضا سلمه الله من الموت، ايه وامك الكبيره واخوانك كلهم ذهبوا الى الله عز وجل، يشكون الى الله ظلم البلاد والعباد حتما. اخوك محمود شاعر، وانا يعني حقيقه ما ملتقي به، لكن ملتقي مع الوالد وقاعدين حتما. وش تحفظ من قصايد اخوك؟ له قصيدة يقول أحزن يا قلب عالراحة وهواي، أحزن يا قلب عالراحة وهواي، ولا تسألني يا هالراح منهم، إذا التم الشمل والغايب يعود، بس الله اللي يلم لأهل شملهم، ما قاطع أمل خليتهم بقبور، إذا هم ما يجوني رايح لهم، تصورت المصيبة بزغر وانديب، وعلى الرجلين قوة مشيت وانديب، أخرمش وجه وبجب صوت واندب على الجانة وإخواني والفلية، حلم شيلة رابع عن ظهرك يا أخوي، وكون تبغى وياي ما ظل بغرب، ليلي يقضي بآه وبحسرة ونين، لن أحبك وانت تعرف بلي أحب، فجأة قابلني الوقت بسلاح موت، وأنا قضيت الوقت دونك حرب،
من افكر بيك دمعي يظل يسيل وعلى الخدود دموعي نزلن لك سرب وعلى الخدود دموعي نزلن لك سرب ام جرح بقلبي ما ظنتي يطيب من ظنه يطيب سيفي يرد يطب من ظنه يطيب سيفي يرد يطب يما والله بغيبتك يما والله بغيبتك ما ادري ايش اقول بس اقول لك حالي بغيابك صعب بس اقول لك حالي بغيابك صعب حيل احب البوم ما ابدل بطرب وحيل احب البوم ما ابدل بطرب ما تبدل بطرب ايه يا عجيب الحوري خوالك ايه ما قلت شيء على خوالك والله قلت بس ما يحضر ايه ان شاء الله تجمعنا لقاءات اخرى ان شاء الله مدشدش ولابس عقالك وفرحان الله كريم حتما بلبت الديره وقعدت الاهل الله ان شاء الله يعني دعوه خاصه لك وللوالد الوالد شاعر وحقيقه نعتز وان شاء الله تجمعنا لقاءات مو هكذا في اخر يعني سؤال وش تحب تهدي من اهداءات وسلام انا احب اهدي الاربع اشخاص وقفوا اتجاه ديرتهم الشرقاط ايه من صارت هذه كلها ايه الاستاذ مشعان الجبوري واحد والاستاذ احمد عبد الله عبد ابو مازن اثنين والاستاذ قائد عمليات صلاح الدين جمانات سعدون ايه والاستاذ خالي ابو فرغد على الدودح على الدودح وعشم السبهان وعشم السبهان الى كل الخيرين اللي وقفوا اتجاه ديرتهم اتجاه منطقتهم هذا. وسلامي الى الوالد الشيخ ابراهيم الغويدر شيخ عشيرتي شيخ عشيره ابو عمير بصلاح الدين حياك 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 وش تهدي من تحيه وسلام يا والله اول ما اهدي تحياتي السلام الى كادر قناه سامراء يا سلام وتحياتي يتصل سامراء البغداد هناك نعم هناك احنا يعني 24 ساعه خيمه وقصيد بس الله 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 نحب الجزيره والخيمه اي بالله صدقت معك اليوم ابن زوبع ضياء ابن زوبع واهدي تحياتي للخال ابو علاء اي والله على والشيخ ابو شتربيه خالد عبد التايه اي حياكم 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 الله يحييك حياك الله يا اخوي المهندس وش تهدي من اهداءات وسلام دكتور الاهل الاوليه حتى لا احد يزعل انا ما اريد نذكر اسماء لا يزعلون بعدين والله زين التحيات لكل من يشوفنا هسه حاليا يتابع خيمه وقصيد تحياتنا لهم ان شاء الله جميل جميل ما اريد نحدد احد هذا هو هذا هو اذا احبة المشاهدين والمتابعين بهذه الاهداءات وبهذا السلامات احنا ايضا نقول سلاما يا عراق سلاما يا عراق سلاما يا عراق والقرآن الكريم ذكر انها بردا وسلاما كما كانت بردا وسلاما على ابراهيم لعل العام الهجري القادم لعل العام الهجري القادم سوف يكون عاما اجمل وابهى واحسن باذن الله وسنفتتح العام الهجري القادم بشعراء احسب ان لهم في ميزان الشعر حصة ونصيب طبعا ضيوف أو حلقة تراحيب الخميس القادم حلقة تراحيب الخميس القادم سوف تكون وداعية من محافظة صلاح الدين بتكريت ومن مضيف الشيخ أبو دريس ومن مضيف الشيخ أبو دريس الهزيم عامر الهزيم أسأل الله أن يحفظه ويكثر من أمثاله واللي استضاف فيه مضيفه استضاف به مضيفه تمام نخبة من شعراء الشرقاط واللي راح نشوف الحلقة الخميس القادم بالعشرة لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر الحلقة إلا أن أشكر الضيوف الأعزاء الذين وفدوا إلينا من بغداد ومن صلاح الدين والموصل الحبيب الغالي أنور المعين بارك الله بيك وحياك الله من ممشاك الملفاك ومثله أحمد المهندس حياك الله من ممشاك الملفاك ومثله الغالي وابن الغالي محمد ابن الشيخ إبراهيم القويدر أيضا حياك الله من ممشاك الملفاك ألف هلا ألف هلا ألف هلا تحية وألف للكادر الذي ناضل وكافح اليوم مكافحة الأبطال الكبير فوزي نجم ومثله فهد السامرائي ومثله مهندس الصوت أبو آية ومثله مهندس الصوت صدام الجويني ومثله الرائع المتألق الباش مهندس ذكروني بي ابن سوريا يا جماعة الخير ابن سوريا يا سيف ذكرني بابا الهندسة عموما حياها الله هو والده اللي يتابعونا من سوريا وحيا الله كل أهل سوريا اللي يتابعونا ألف تحية وسلام للجميع حتى ألتقيكم هذه تحية المخرج لكم سيف المهند واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.